بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف اللاب، أول لاب من اي بي فيرجن 6. هنشوف ازاي ندي الراوتر الاي بي هات، وازاي نعمل راوتينج والتانل بين شبكتين اتنين اي بي فيرجن 6 وبين اي بي فيرجن 4 اللي هو اغلب الشركات موجودة عندها التوبولوجي ده. لو شفنا الشكل ده، عندي شبكتين اهم، لو انا عندي فرعين شغالين باي بي فيرجن 6، دي شبكة 2000، دي شبكة 4000. الجهاز ده بي سي واخد اي بي، واخد اي بي 2000 دبل كولون 1، والراوتر واخد 2100، والجهاز ده بي سي 2 واخد اي بي 4001، والراوتر ده المفروض واخد 100 هنا، ماشي. بس النتورك اللي بينهم اي بي فيجن 4، الراوتر هنا مربوط بالراوتر ده على انترفيس اف 00. الاي بي هات هنا 30001 وهنا 30002. تعال نشوف ازاي نعمل تانلينج بين الشبكتين دول، او ازاي نربط شبكتين اي بي فيرجن 6 بينهم عن طريق شبكه اي بي فيرجن 4، وازاي هيتم الانكابسوليشن. طبعا هنا انكابسوليشن جي ار اي تانل عادي، مفيش اي انكريبشن ولا حاجه. الاي بي تانل بين التو راوترز هيكون بالاي بي هات دي، اي بي هات فيرجن 6 او اي بي فيرجن 4 مش تفرق. هنا 3001 الراوتر ده واخد 3001، وده واخد 3002. تعال نشوف الاعدادات. ناخد كده اول راوتر اللي هو R1. طبعا مش هنتست بالبي سيز ده، هنتست بالراوتر. طيب نقول كونف كونف تي، ندخل على الانترفيس اللي هو F00 اي بي ادرس 30001 ماسك 255.0.0.0 ونو شوت داون. الانترفيس التاني شغال بس باي بي فيرجن 6، هقول له اي بي فيرجن 6 ادرس كام؟ 2100، 2000 دبل كولوم 100 على 64 ونو شوت داون. طيب التانل انترفيس بقى، اخش على التانل زيرو. التانل زيرو، التانل بياخد اربع حاجات، بياخد اي بي سورس ديستنيشن والتانل مود. يبقى اول حاجه الاي بي هنا انا مدي لهم ايباد اي بي فيرجن 6 لو 3000، يبقى اي بي فيرجن 6 ادرس كام؟ 3001 3000 دبل كولوم 1 على 64. طيب التانل سورس انترفيس F00 والتانل ديستنيشن هيبقى الانترفيس الثاني اللي هو 30002. 30002 كده ظبطنا السورس والديستنيشن بتوع الايه، بتوع التانل. فاضل التانل مود اللي هو اي بي فيرجن 6 اي بي بس. فاضل حاجه نعملها، فاضل ان انا اظبط الراوتنج، يعني اعرف الراوتر ده انك تروح النتورك دي تروح عن طريق التانل زيرو. بس تعال نخلص الاول الاعدادات على الراوتر الثاني وبعد كده نرجع للراوتنج. طيب هاجي كده على الراوتر اتنين، الراوتر اتنين اهو، اقول له كونف تي انترفيس F00 اي بي ادرس 30002 ماسك 255.0.0.0 و نو شوت داون، وانترفيس F0/1 اي بي فيرجن 6 ادرس 4100، 4000 دبل كولوم 100 على 64 ونو شوت داون. طيب واعمل تانل زيرو برضو، انترفيس تانل زيرو اي بي فيرجن 6 ادرس كان كام؟ 3002، 3000 دبل كولوم 2 على 64. برضو التانل سورس F00 اللي هو ده، تانل ديستنيشن هو اي بي الراوتر التاني اللي هو 30001. فاضل ايه؟ فاضل المود، تانل مود اي بي فيرجن 6 اي بي بس كده. طيب نخرج من هنا، نبدا بقى نظبط الراوتنج على الاثنين. احنا في اللاب ده هناخد بس الراوتنج اللي هو الستاتيك راوتنج، اللي بالجهه هنشوف تطبيق الاي بي الاو اس بي اف والاي بي والاي اي جي ار بي على اي بي فيرجن 6. طيب هاجي على راوتر 1 واقول له عشان توصل لشبكه ال 4000 هتروح على طريق التانل 0. يعني هاجي كده على راوتر 1
مخروج واقول له اي بي فيرجن 6 روت، عايز تروح لشبكة 4000 دبل كولوم على 64، هتروح عن طريق التانل 0 بس. وارجع على راوتر 2 نفس الكلام، راوتر 2 روح شبكة كام؟ شبكة 2000. راوتر 2 هقول له اي بي فيرجن 6 روت شبكة 2000 دبل كولوم على 64، هتروح له عن طريق تي 0 بس كده. طيب هقفل انا بقى على راوتر 2 كده وتست، هبنج على الانترفيس ده اللي هو 2100 بالسورس اي بي بتاع مين؟ بتاع 4000، ونشوف التانل هيتم ولا مش هيتم. طيب ديباج التانل، ديباج التانل، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هبنج على 2000 اللي هو اي بي راوتر التاني دبل كولوم 100 بسورس، سورس ادرس كام؟ 4000 دبل كولوم 100، ونشوف التانل اللي هيحصل فيه. تعال كده نحل التانل. هو مبدئيا انا جالي ريبلاي الاول هنا، تعالى لو بصيت في الباكتس كويس هتلاقي ان في الباكت راح عن طريق انترفيس تانل 0، وده التفاصيل بتاعته السورس والديستنيشن، هتلاقي ايبات 30 واحد و30 اتنين، ده الباكت سنت وريسيفد، انكابسوليشن ودي انكابسوليشن، انكابسوليتد وده دي انكابسوليتد، بي اي بي فيرجن 6 اي بي باكت. طيب احنا كده مبدئيا عملنا اللاب الاولاني، ان هو ازاي ان انا ادي اساين اي بي فيرجن 6 ادرس الانترفيس، وازاي ان انا اربط او اعمل اول طريقه من طرق ربط شبكتين اي بي فيرجن 6 عن طريق شبكه اي بي فيرجن 4، ان انا بعمل تانلينج او بعمل انكابسوليشن للاي بي فيرجن 6 باكت باي بي فيرجن 4 باكت عشان تقدر تتنقل عادي بدون اي مشاكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.